بورصة لندن وهيئة مارو كلير المودع المركزي للأوراق المالية بالمغرب اليوم بلندن اتفاق تعاون يرمي إلى توسيع الخدمات التي توفرها بورصة لندن للمنخرطين في السوق المالي المغربي. أحمد العلوي. توقيع اتفاقية التعاون هاته يرمي إلى توسيع الخدمات التي توفرها بورصة لندن للمنخرطين في السوق المالي المغربي، كما يسمح الاتفاق للجانب المغربي بالولوج إلى البنية التحتية للأسواق الأوروبية للقيم المنقولة وتسوية العمليات العابرة للحدود بأوروبا على الخصوص. أعتقد أنه اتفاق مهم جدا، خاصة في الوضعية الراهنة، نظرا للأهمية التي تليها المملكة المغربية لإفريقيا ولتبادل الخبرات مع الأفارقة، والاتفاق إذن سيعزز من شفافية المعاملات. هي الاتفاقية الأولى من نوعها في تاريخ المعاملات المالية بالقارة الإفريقية وفرصة تجارية فريدة من نوعها بالنسبة للأسواق المالية الإفريقية، كما ستمكن من تقوية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وبالمناسبة أعطي للوفد المغربي شرف حضور افتتاح بورصة لندن والتي تعد من بين الأسواق المالية الهامة عالميا. بالنسبة للمغرب فهذه الاتفاقية تعكس اعترافا على مستويين، أن تكون في افتتاح بورصة لندن هذا اليوم ثم التوقيع على اتفاقية تسمح بنقل تقنيات وتكنولوجيا المركز المالي بلندن لفائدة المركز المالي بالبيضاء. اتفاق يمثل مرحلة مهمة وجديدة من أجل تقوية محور الدار البيضاء، وسيساهم في إبراز سوق مالي ذي طابع دولي بالمغرب يكون له تأثير إيجابي على القارة الإفريقية.